تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحم الدنيا والآخرة يا كريم في النار. ها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تقولوا كالذين نسوا الله. ولا تقولوا الله فأنساهم أنفسهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. Thank you.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله يا love.
لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.
تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك
من يخشى
وَدَخَلُوا